تكلم عليكم، تغافلت وانتهت القضية. أما تكلمت، أظهرت، انتقدت، بعثت له خبر، القضية هالشكل تتحرك في هذه الدائرة التي لا تنتهي. هنالك تعبير عجيب في الروايات، شوية تعبير قد يكون ثقيل علينا أو على بعضنا. كلمة التغافل شوية مهضومة. الكلمة الثانية التغابي في الروايات، التغابي يعني واحد يظهر نفسه غبيا، يعني لا يفهم. تحل المشاكل.